القرار بناء قرارات من الجوب والجيش متفق معاهم او الحكومه البوليس القديم دوت اللي هو تشالو هتكلم على السلك الشائك بينظموا مظاهره للشعب جاي يطالب بحقوقه ازاي يحط بلطجيه على السلك الشائك وينظم ثوره شويه بلطجيه ومساجين ازاي يطلعوهم على سلك الشائك ويحطوهم بلطجيه ينظموا ثوره والجيش واقف يعمل ايه؟ كان طاوي بيعمل ايه هنا؟ كان حشود وحد سلك الشائك عشان ايه؟ ما يدينا حقنا وحق الشعب المصري وبعد كده يفك الحصار دوت بيفكر ان احنا هنخاف ولا هنخاف من رصاصه ولا دباباته هنموت مش هتفرق معانا وبالتجارب طلعهم من السجون عشان يحميهم مش هتفرق معانا برضه معاهم هنقتلهم وهنموتوا اي حد يقف قصادنا شكرا.